ننتقل بقى ليه ده اخبار الطقس ودرجات الحراره زي ما متعودين مع حضراتكم. بنشوف كده كمان في المحافظات المختلفه اخبار درجه الحراره. نبدا مع حضراتكم زي ما متعودين بالقاهره. النهارده القاهره خلينا نبدا معاك يا اسماء. القاهره 38 26، اسكندريه 30 23، مرسى مطروح 28 21، الغردقه 40 29 40 ارتفاع درجات الحراره النهارده مرتفعه جدا، واضح من الصبح حسيتي واحنا جايين الصبح الشمس كانت جامده، بيبقى في سنه برد كده عاده لما بننزل، بس النهارده لا لا شرم الشيخ 40 29، اسماعيليه 38 23، بورسعيد 30 23، السويس 39 24. خليني اخد بقى الصعيد معايا كمان معلش عشان يعني اهلنا هناك الله يكون في عونكم. المنيا 40 25، الله اكبر. سوهاج 42 29، الاقصر 44 28، اسوان 45 28. لا ربنا ربنا يخفف عنكم يا رب مشقات الصيام. العريش 32 20، نخل 37 17، طابة 38 19، التور 35 24، كاترين 33 19، مرسى علم 38 18، شلاتين 38 30، وحلايب 36 31. وسط الدلتا ختاما 38 25، دمياط 30 24، بلطيم 31 24، والفيوم 40 25. الجو شديد الحرارة، نتجنب الوقوف لفترات طويلة في الشمس، الشغل بيتطلب ده يا ريت كل فترة. طبعا صعب جدا ان احنا نشرب دلوقتي ميه عشان احنا صايمين، كل سنه وحضرتك طيبين، لكن نلجا بقى ان احنا نرش على نفسنا ميه، نغسل وشنا كتير، يعني نلبس اي حاجه، اي واقي للشمس. الاطفال بالذات الاطفال ما يتعرضوش بشكل مباشر يا ريت. الاطفال لا، والناس اللي بتعمل وبتقف لساعات طويله في الشمس، ربنا يخفف عنكم يا رب مشقات الصيام، ونحرص ان احنا زي ما قلنا يعني نغسل وشنا كتير، نخلي هدومنا فيها شويه ميه، ناخد مكان الى حد ما ضله شويه، وربنا يا رب يقوي كل رجالنا، رجال القوات المسلحه والشرطه والعمال في كل مكان اللي فعلا طول النهار والليل واقفين في الشمس، ربنا يقويهم يا رب.